رحبوا معايا بالاستاذ دكتور مدحت شلبي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا يا تامر، ازيك؟ ان شاء الله اكون بخير يا جميل، وحشني. ربنا يخليك، والله انت اللي وحشتني فعلا. شكرا جزيلا. طيب دكتور، خلينا للود والعلاقات الشخصية نتكلمها بعد البرنامج، بس دلوقتي سريعا اشرح للسادة المشاهدين وللمتخصصين ولصناع القرار كمان، ايه الحاجة الخطيرة اللي انت قلت لي لازم ننبه الناس منها، وارجوك بسرعة كده عشان ما تبقاش فيها تعقيدات علمية وحاجات تبقى سهلة وبسيطة. هحاول، وبعد كده اللي عايز يسأل يبقى يقول لنا، انما الموضوع باختصار شديد. اتفضل. يا دكتور انا سمعت من اساتذة التخدير محترمين جدا في مصر، ايوه، ان كتير من السيدات بقى عندهم موضة استعمال جهاز البي سي اي او البيشنت كنترول انالجيزيا في بعد عملية القيصرية. انا ما كنتش مصدق الكلام ده اطلاقا. بعد اذنك، الجهاز البي سي اي ده اللي هو بتاع ايه؟ ده جهاز تخدير علاج الم ما بعد العملية القيصرية. علاج الم ما بعد العملية القيصرية بالظبط. تمام. احنا بنشجع على الجهاز الاصلي الحقيقي بطريقته اللي انا شارحها ووصلتها للعالم كله في مفهوم التعافي السريع بعد العملية القيصرية. ممتاز. ودي حاجة احنا كلنا بنشجعها ونرحب بيها ونصر عليها. طب فين المشكلة بقى؟ المشكلة الكبرى ان قيل لي ان رقم واحد الجهاز اللي بيستخدم في مصر، ودي حاجة غريبة جدا، جهاز استعمال مرة واحدة، وده ممكن اوكي، بس هو درجته الامنية اقل من الجهاز الالكتروني. كويس. ده نمبر وان. انما مستحمل برضو. اوكي. نمبر تو، ان بيدوها في مصر بطريقة الكونتينيوس انفيوجن، يعني التقطير المستمر. ودي خطر جدا جدا جدا. لان كل واحد فينا تحمله للألم واستجابته لأدوية علاج الألم بتختلف تماماً طبعا. من واحد للتاني، زي اور فينجر برينت، زي بصمات أصابعنا. مفيش واحد فينا زي التاني. انت قصد حضرتك ان في بعض المستشفيات او بعض الدكاترة بعد ما الام تعمل العملية القيصرية وتروح بيدوها الجهاز ده معاها في البيت؟ دي المصيبة الاكبر بقى، ان لغاية اول مصيبتين احنا مستحملين. المصيبة الثالثة والخطيرة جدا، ان هم بيدوها لها تروح بيها البيت. دي غير مقبولة في اي مكان في العالم على الاطلاق. طبعا مستحيل المريض هو اللي يحدد درجة التخدير او درجة علاج الالم اللي هو ياخدها. بالظبط. وبعدين هو في بيته مش فاهم ايه اللي ممكن يحصل. صحيح. وايه اللي يدور لان الجرعة ابتدت تزيد، ولا عنده الحاجة المضادة لو خد جرعة زيادة. طب ده الجهاز اللي بتدوه ده ايه؟ يعني كنوع من الترفيه، يعني مش الترفيه، انا قصدي كنوع من بقى موضة يا انه حد كده فخفخة في الخدمة موضة الطبية. ما هو ده اللي خلاني مش مصدق. انا اللي كلموني الاساتذه محترمين جدا في مصر، واما قالوا لي الكلام ده ما صدقتش. فانا سالت ناس كتير وسالت دكاتره، فطلع ان الناس الشركه او الشركات اللي بتعمل الاجهزه السنجل يوز دي بيوزعوها بقى مش لدكاتره التخدير، لانه عارف ان دكتور التخدير هيقول له ده غلط. تمام. بيديها لدكتور النساء او دكتورة النساء ويقول له املاها بالطريقة الفلانية واديها للمريضة، وكمان المريضة ممكن تروح. يا خبر ابيض. وحدث فعلا وفيات بهذا الموضوع. ومنها ابنة استاذ في كلية طب جامعة القاهرة. يا خبر ابيض. هذا ما قيل لي من استاذ تخدير
محترم جدا وانا اقر له كل احترام. طيب يبقى دلوقتي احنا بنتكلم على اولا تحذير حضرتك من الممارسات الخاضعه دي، اولا ده بلاغه هو او مناشده لنقابه الاطباء لكي تفتح تحقيق في القصه دي وتشوف مين طبعاً اللي بيعمل كده ومين اللي بيستخدم الاجهزه دي بدون موافقات وبدون اعتمادات وبدون وجود دكتور تخدير معتمد، والبروتوكول يا تامر كمان اللي بيستخدموه ما لقيتلوش اي مرجع علمي كمان. مش ممكن. تمام. يعني ثانيا والاهم بقى انه حضرتك بتعمل دلوقتي رساله تحذيريه للمواطنين حتى وللسيدات، لما الدكتور يقول لك خد الجهاز ده قولي له لا شكرا انا مش هتعامل غير مع دكتور التخدير المعتمد. ايوه يا دكتور التخدير، او كمان ان يبقى لازم في المستشفى. في المستشفى طبعا 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 مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ دكتور مدحت شلبي، ودايما نستفيد من علمك ومن خبراتك.